أخونا محمد من القليوبية. محمد من القليوبية، اتفضل يا أخ محمد. ازيك يا دكتور حامد؟ اتفضل. الماعز الشامي حضرتك أنا عندي فيها مشكلة. الإيه؟ الماعز الشامي. الماعز؟ الشامي. الشادي؟ الشامي الشامي. ماشي الشامي. في عندي الماعز بتتعب جامد في التلقيح. تتعب في التلقيح؟ بتتطور قوي. أنت بتلقح طبيعي ولا صناعي؟ لا طبيعي. طبيعي. بتعمل ايه بقى؟ عندي انا عندني طلوقه في وسط الماعز. بس البعض بيمسك والبعض، يعني ممكن احصل مثلا على ايه؟ على بطن او بطنين في السنه بكتير. كم طلوقه عندك في وسط كم معزه؟ يعني انا عندي حوالي 15 واحده، في عندي طلوقه في وسطهم. كفايه عليهم. انا اكتر من كل 20 واحده احط واحد. بالظبط كده. ماشي. فلو في حاجه مثلا حضرتك مثلا بتعمل تنشيط للموبايل، يعني غير يعني انا مستخدم عادته كويسه ونظام غذائي كويس. هو حضرتك زود بس في التركيبه بتاعتك شويه، ما دام في وسطهم طلوقه او في وسطهم وهم 15 قليلين عليه، زود ثنائي فوسفات الصوديوم حطه على التركيبه، هيزود لك شويه الرده، كمان زودها شويه، هيزود لك الشياع او الطلب بتاع المعز الصغيره ديت، ويبدا يخش معاهم الطلوقه. نرجع تمام. أشكر حضرتك.